أهلا بكم مشاهدينا وجولة سريعة مع أهم ما تناولته الصحف العربية. نبدأ جولتنا من صحيفة القبسة الكويتية التي كتبت: تونس إقبال واسع في أول انتخابات. اصطف الناخبون التونسيون في طوابير طويلة أمام مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب أول برلمان بعد صياغة الدستور الجديد. وشهدت مراكز التصويت منذ ما قبل فتح المكاتب ازدحاما بشكل غير متوقع، وبدأ أكثر من 11 ألف مكتب موزع بأنحاء البلاد في استقبال الناخبين منذ 7 بالتوقيت المحلي، واستمر ذلك حتى 6 من دون انقطاع. وعن الوضع في سيناء نقرأ ما كتبته صحيفة الوطن المصرية بعنوان: تدمير مخازن أسلحة لجماعات إرهابية في هجمات بالأباتشي بسيناء. نفذت طائرات الهليكوبتر الهجومية المسلحة من طراز الأباتشي أمس عددا من الهجمات الجوية استهدفت الأوكار والبؤر الإرهابية بمناطق العريش والشيخ زويد في شمال سيناء، وأسفرت العمليات عن تدمير مجموعة من مخازن الأسلحة والذخائر وعدد من المركبات التي تستخدمها الجماعات التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإجرامية. وننتقل وإياكم إلى ما كتبته صحيفة الشرق الأوسط عن الوضع في اليمن تحت عنوان: الحوثيون يحصلون على 6 وزارات بينها النفط والعدل. حيث كشف رئيس حكومة الشراكة باليمن خالد بحاح أمس حصص المكونات السياسية اليمنية التي ستشارك في حكومته المقبلة والتي تتكون من 34 حقيبة. ومنح بحاح الحوثيين 6 حقائب هي وزارات النفط والثروات المعدنية والعدل والكهرباء والطاقة والثقافة والخدمة المدنية والتأمينات والتعليم الفني والمهني. وكان نصيب حزب المؤتمر الشعبي الذي يقوده الرئيس السابق علي عبد الله صالح 9 وزارات أهمها الإعلام والإدارة المحلية والثروة السمكية والصحة والشباب والرياضة. أما أحزاب اللقاء المشترك فقد حازت 9 وزارات أهمها التخطيط والتعاون الدولي، النقل والأوقاف والإرشاد والشؤون الاجتماعية والعمل والتعليم والبحث، التعليم العالي والبحث العلمي. أما حزب الحراك الجنوبي نال وزارات التربية والتعليم، الاتصالات وتقنية المعلومات، الأشغال العامة والطرق، الصناعة والتجارة، الزراعة والشؤون القانونية. واحتفظ الرئيس الانتقالي عبد رب منصور هادي بحقه في تسمية الوزراء للحقائب السيادية 4 وهي الخارجية والداخلية والمالية والدفاع. وعن الممارسات الاضطهادية التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية خبرا بعنوان: الاحتلال يمنع العمال الفلسطينيين من استخدام حافلات المستوطنين في الضفة الغربية. أصدر وزير الدفاع الاحتلال الإسرائيلي موشي علون توجيهاته إلى الإدارة المدنية في الضفة الغربية بمنع سفر العمال الفلسطينيين في حافلات عمومية تتوجه مباشرة من الأراضي المحتلة إلى الضفة الغربية. وذكرت صحيفة هاراتس الإسرائيلية أمس إن العمال الفلسطينيين في إسرائيل لن يتمكنوا بعد الآن من استخدام حافلات النقل نفسها التي يستخدمها المستوطنون للعودة إلى الضفة الغربية في إجراء يثير الجدل حول التمييز العنصري في وسائل النقل. ومن صحيفة النهار اللبنانية نقرأ تصريح رجب طيب أردوغان تحت عنوان: أردوغان أكراد سوريا لا يريدون البشمركة في عين العرب. صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الرئيسي في سوريا لا يريد مساعدة من البشمركة بكردستان العراق للدفاع عن عين العرب كوباني بالكردية في وجه تنظيم الدولة الإسلامية. وأضاف أن حزب الاتحاد الديمقراطي الذي وصفه بالمنظمة الإرهابية لا يريد المجازفة بفقدان نفوذه في شمال سوريا. وخبرنا الأخير من صحيفة الخبر الجزائرية التي كتبت تحت عنوان: الجزائر تواجه إيبولا بالأقنعة والقبعات. حيث ذكرت الصحيفة أن مختصين حذروا من خطورة ظهور فيروس الحمى النزيفية إيبولا في الجزائر بعد تسجيل أول وفاة بالوباء في مالي، مؤكدين على ضرورة تشديد الرقابة على مستوى المطارات وعبر الحدود البرية لمنع دخول هذا الوباء في غياب أطباء ونقص الجانب الوقائي للفرق المعنية بالاتصال الأولي بالمصابين. مشاهدينا، انتهت بذلك جولتنا مع الصحافة العربية. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.